وبعدين طيب خليني بس اقول لحضراتكم ان طبعا ما بين شوطي المباراه تم استبدال جيرالدو لاعب النادي الاهلي لانه الحقيقه جاله فقدان مؤقت في الذاكره، فقدان مؤقت في الذاكره، ولكن هو كويس الحمد لله دلوقتي وزي الفل. وبالتالي اصر الجهاز الفني، هو ما كانش عايز يطلع، اصر الجهاز الفني على خروجه ونزول حسين الشحات ما بين شوطي المباراه. ان شاء الله يبقى كويس باذن الله ان شاء الله. لكن عايز اقول لك اسلام